أهلا بكم إلى برنامج عين على الثورة. بالآلاف خرجوا اليوم عبر مختلف مدن مصر وبلداتها ومحافظاتها بينها العاصمة القاهرة في مظاهرات حاشدة استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بالعودة إلى مصر ما قبل 3 يوليو المنصرم في جمعة التحرير لكل المصريين. ولكن بعيدا عن الميادين العامة كميادين التحرير ورابع العدوية والنهضة تجنبا لحدوث أي احتكاكات وإراقة المزيد من الدماء بعد سقوط 77 قتيلا ومئات المصابين عبر البلاد في أكثر الأسابيع الدموية منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس الماضي. ونشر ناشطون صورا حية على الإنترنت لمظاهرات حاشدة بعد أداء صلاة الجمعة في الإسكندرية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط ومرسى مطروح والشرقية وأحياء عدة من القاهرة كالمعادي وحلوان والزاوية الحمراء والمطرية والمرج وعين شمس والزيتون والمهندسين وستة أكتوبر. هذا رغم تهديدات وزارة الداخلية المؤقتة بالتصدي لما وصفته بأي محاولة للخروج عن الشرعية أو أي محاولة للاعتصام في ميادين رابعة والنهضة. وبموازاة استمرار الحراك الشعبي الرافض للانقلاب واصل الاقتصاد المصري مسيرته نحو التدهور وحتى الانزلاق نحو الإفلاس في غضون الأشهر الثلاث القادمة بحسب تقديرات المؤسسات المالية الدولية، كما أن هذه التطورات تأتي على خلفية مطالبة سيد مصر الجديد الفريق أول عبد الفتاح السيسي بتحصينه دستوريا في منصبه ومن أي متابعات مستقبلية إذا لم يفز بكرسي الرئاسة. لإثراء هذه المحاور وأخرى حول تطورات المشهد المصري يحضر معنا في الأستوديو السيد سامح العطفي وهو رئيس التحالف المصري والمتحدث الإعلامي باسم حزب العدالة والتنمية. أهلا بك سيد للبناء والتنمية. أهلا بك أستاذ. أهلا بك. أهلا بك. بداية يعني 100 يوم على انطلاق هذا الحراك الجماهيري والشعبي الرافض للانقلاب والداعي إلى الشرعية في مصر، لا تزال هذه الإرادة لم تكسر، من أين يستمد هذا الشارع يعني هذه الإرادة والطاقة للثبات على التحدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشعب المصري كما أقول دائما ذاق طعم الحرية خلال فترة الدكتور محمد مرسي، الفترة التي أتت بعد 25 يناير ثورة المصريين على النظام الدكتاتوري للمخلوع مبارك. وأعتقد أن من تنسم نسائم الحرية والديمقراطية وعدم الخوف من الملاحقات الأمنية في عهد واحد في مصر خلال السنوات السابقة هو عهد الدكتور محمد مرسي، ثورة يناير. ولذلك الشعب المصري يستميت لفرض إرادته مرة أخرى، وهذا سوف يحدث إن شاء الله، ولكن التضحيات سوف تكون كبيرة نظرا لأن ما يحدث الآن من كسر الانقلاب ليس كما 25 يناير، لأن 25 يناير كان وقع المفاجأة على نظام مبارك الصهيوني كان كبيرا، فتم احتواء الثورة بكل هذه الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية ثم انقلبوا عليها حتى لا يتم مكاشفتهم وفتح ملفاتهم. ولذلك نرى أن الشعب المصري يستميت، القوة الضاربة في مصر الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات، كل التيارات السياسية في مصر الموضوع خرج من أنه بين الإخوان والعسكر ولكن بين الشعب المصري الذي أعطى أصواته في حرية واختار رئيسي ثم انقلب هؤلاء على كل اختيارات الشعب المصري خلال عامين بعد الثورة 25 يناير. ولذلك يستمد الشعب المصري أولا من نبل الهدف وهو عودة الشرعية، عودة مؤسسات الدولة، عودة كلمة الشعب المصري الذي انتهكت إرادته خلال 60 عام من أيام الانقلاب الدموي في 52. ولذلك يستمد الشعب من قوة إرادته وحلمه في أن يصبح دولة لها قيمة وتحترم أصوات الناخبين. لكن لاحظنا أنه يعني هذا الحراك أخذ منحنيات يعني صعودا ونزولا منذ خصوصا منذ 14 من أوت أغسطس الماضي فض اعتصامي رابعة والنهضة وما تبعهما من فض يعني استخدام القوة والضحايا كذلك. لكن لاحظنا كما قلت أنه في الآونة الأخيرة خاصة الأسبوع الماضي ربما كان فيه تدخل بالقوة، أسفر عن أزيد من 70 قتيل كذلك. هل دعوة ربما التحالف دعم الشرعية إلى الابتعاد عن ميادين العامة الأمس هو يعني كان فيه مخاوف يعني مؤسسة بالنسبة للتحالف كي
يدعو لعدم للابتعاد عن هذه الميادين؟ أعتقد أن الشعب المصري بكل الرافضين للانقلاب العسكري لا ينتظرون دعوات رسمية من التحالف، مع الاحترام لكل الكيانات، ولكن الشيء المطمئن في مصر الآن أن بعد أن اعتقلت كل قيادات الإسلامية من التيارات الإسلامية، القيادات العليا والوسطى والصغرى، هناك لا مركزية. الشباب المصري المبدع، بنين وبنات وطلبة وطالبات، هؤلاء أبدعوا في نشر رفض الانقلاب والدعوة للعصيان المدني التي تتم بالتدريج والتي نأمل أن تتم بصورة كبيرة حتى نشل الانقلابيين. والانقلابيين أخي الفاضل من الناحية الاقتصادية هم خاسرون، القطاع السياحة في مصر انتهى إلى الأبد، المصارف تئن من السحب من المدخرات، الانقلابيين ينفقون ملايين على احتفالات وهمية لنصر أكتوبر، في حين أن مصر تستدين لرواتب الموظفين على رأسهم وزارة الإعلام والتلفزيون المصري، والتي يتم بيع أراضي يملكها التلفزيون حتى يتم دفع الرواتب للموظفين. هذا الفشل اقتصاديا واجتماعيا، هناك رفض تام، هناك مسيرات، هناك تظاهرات، هناك بعض الإضراب الوقتي للعصيان المدني، فالانقلابيون محاصرون، والفضائح التي تهل عليهم، على رأسهم الانقلابي السيسي، هذه كلها تخد في عضد الانقلاب، وهي مرحلة استنزاف على المدى الطويل حتى يسقط هذا النظام اللي هو نظام مبارك في ثوب عسكري جديد. 100 يوم يعني من الحراك الجماهيري والشعبي كذلك خلق كما تقول دير شبيغل على سبيل منذ يومين حالة من الاستقطاب داخل المجتمع المصري أفقيا وعموديا، مما أدى خاصة بعد أحداث تقول 6 أكتوبر الماضي، وهي تقول بأن مصر في حالة شلل. هل تعتبر أن هذا التحليل يعني هو توصيف صائب؟ توصيف صائب. مصر في حالة شلل. هناك الاتحاد الأفريقي جمد عضوية مصر إلى ما لا نهاية بسبب الانقلاب، ولا عودة لهذا القرار. كلمة وزير الخارجية المصري الانقلابي نبيل فهمي في الأمم المتحدة لم يحضرها 162 مندوب من الأمم المتحدة، وهذا أعلى رقم في عدم حضور رؤساء البعثات بهذا الحجم، نظرا لأنهم ضد هذا الانقلاب، وإن لم يعلنوها صراحة في تأييدا، ولكن نرى أن الاتحاد الأوروبي بدأ في توقيع العقوبات على صادرات السلاح إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. الإدارة الأمريكية رغم كذبها ولكن تحاول أن تدعي الحيادية والديمقراطية وهذه الشعارات التي ترفعها، فأعلنت عن تجميد بعض المساعدات للجيش المصري. وأعتقد أن الحظر الإفريقي مع العزلة الدولية، لم يعترف بالانقلاب إلا 6 أو 7 دول، من على رأسهم إسرائيل التي تعمل كوزير خارجية للانقلابيين في أوروبا وفي كندا. وأعتقد أن أعضاء المجلس العسكري الذين فشلوا في الحضور إلى أوروبا لا يستطيعون السفر خارج مصر إلا إلى إسرائيل أو الإمارات أو الكويت. هؤلاء يعرفون تماما أنهم سوف يحاكمون، وهناك أمثلة كثيرة، لسنا أقل من شعوب دول أمريكا اللاتينية التي أعدمت هؤلاء العسكر الخونة، ولا أقل من تركيا هذا الذي سجن رئيس الأركان و230 قائد سجن مدى الحياة في محاكمات حديثة. نحن لسنا أقل من هذه الشعوب، ولكن الموضوع سوف يأخذ وقت ويخفض جهاد، لأن الدولة العميقة في مصر ممتدة كثيرا، وعلى رأسهم هؤلاء المخابرات الذين تم تسريب بعض الفيديوهات للفريق السيسي، وهو يحتقر الشعب المصري ويقول حصنوني إذا لم أنجح في انتخابات. سأعود إلى ربما المحاكمات الدولية وكذلك إلى دعوة أو طلب السيسي تحسينه دستوريا يعني في انتظار يعني استحقاقات ربما قادمة. كما قلت أعود ربما إلى دير شبيغل وما قالت وجاء في مقالها كذلك، تقول بأن سادة مصر الجدد يعني السيسي جنرال سيسي ومن معه لا يمكنهم قيادة الدولة، فبعد استخدامهم القوة والعنف والقمع ضد المصريين بعد انقلاب الثالث من يوليو الماضي، قامت باعتقال قيادات الإخوان، اختطاف تقول الجريدة اختطاف الرئيس مرسي وإخفائه في مكان لا يدري أحد مكانه، قامت باعتقال كذلك بحل وبحضر جمعية الإخوان المسلمين بالحجر يعني ممتلكاتها وعقاراتها وأموالها، كذلك قامت بقتل
أزيد من 10,000 تقول الجريدة للمصري رافض إلا لأنه رفض الانقلاب. فهل قادة مصر الجدد يعني في ورطة لم يفكروا فيما بعد الانقلاب؟ أخي الفضل، هم ليسوا قادة، يعني هم قادة الانقلاب ولكن ليسوا قادة. القائد هو من يدرس الاستراتيجية المعركة الذي يخرج له. ولكن هؤلاء أخي الفاضل دخلوا الكليات العسكرية، تخرجوا من الكليات العسكرية بعد 77 و78، لم يحضروا حروب، لم يشاركوا في معارك ولا استراتيجيات، ولذلك اعتمدوا على الدسائس. وكان المخابرات رئيس السيسي رئيس المخابرات العسكرية إبان مبارك اللص الدكتاتور، فلم يضعوا في حسبانهم أن الشعب المصري سوف يصمد، ولم يضعوا في حسبانهم أن القتل والحرق والتنكيل والاعتقال والسجن لا يبني أمم ولا يبني نظام جديد. ولذلك بعد أكثر من 100 يوم على الانقلاب فشلوا في كل المجالات، لم يتم نجاح هدف واحد من أهداف الانقلاب. اعتراف دولي لم يعترف به دوليا، مساعدات أمريكية يتم وقفها والتنديد بها، ضغط على القيادات العسكرية، اختلاف وجهات نظر، هناك بعض اللصوص الذين اختلفوا، كما الفريق سامي عنان الذي ابنه يعمل بالمخابرات العسكرية وتم حالته للتقاعد في خلال 48 ساعة الماضية، لأنه هو كان وراء تسريبات هذه الفيديوهات عن السيسي ولقاءاتي وجرائمي التي أعلنها. فأعتقد أن اختلاف اللصوص سوف يكون عامل من عوامل انهياره، ولكن لا نعتمد عليه. الشعب المصري شعب واعي ويقدم شهداء كل يوم ولديه الأمل، وإن شاء الله سوف ينتصر على هؤلاء الانقلابيين. هناك خبر يعني عاجل كذلك أن فيه قتيل وعدد من الجرحى في العاصمة القاهرة، كذلك كان فيه استخدام في وقت لاحق من اليوم فيه استخدام للقنابل المسيل للدموع في الإسكندرية وفي مناطق أخرى. سنوفي المشاهدين الكرام أول بأول أريث كلما تأتينا أخبار عاجلة من هذا القبيل. أعود، ربما كنت ذكرت، سأعود إلى السيسي لأن لدينا الكلام من نقوله حول آخر خرجاته. ولكن الواشنطن بوست على سبيل المثال منذ يومين كانت قالت أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخفض أو يعني بتجديد تعليق المساعدة العسكرية الأمريكية التي قدرها 1.3 مليار من أصل 1.5 مليار، بالإضافة إلى مساعدة نقدية قدرها 260 مليون دولار. تقول واشنطن بوست أنه لن تؤثر على السيسي. هو أولا الإدارة الأمريكية أولا وخاصة أوباما هو في الترم الثاني له، فليس لديه طموح سياسي في حل أي مشكلة تواجه الإدارة الأمريكية بصفة خاصة. هو يواجه مأزقه الاقتصادي، لا يزال لديه حوالي 40 شهرا يعني في السلطة، ولكن لديه مشاكل داخلية وخاصة الاقتصاد. أمريكا بتمر بأزمات اقتصادية طاحنة. ولكن لندع موضوع المساعدات العسكرية، هو موضوع لا يمس، هو تهديد أهوج للدعاية الإعلامية حتى يظن الناس أن الولايات المتحدة الأمريكية تطبق القانون. ولكن لديها من القوانين، الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوانين استثنائية تتيح للإدارة الأمريكية تحت بند الأمن القومي أن يلغي أي آثار لتجميد المساعدات، بمعنى أصح يعطوها بصورة أخرى. فهذه ليست قضية، لأن الجنرال السيسي هو خائف ليس من الشعب المصري فقط، ولكن خائف من العسكريين أيضا، لأن ليس هناك يعني تطابق في وجهات النظر بين كل العسكريين، وهو يخشى أن يتم أن يرشح نفسه في الرئاسة ويفشل، وخلال هذه الفترة وزير دفاع آخر سوف ينقلب عليه. هذه هي لغة الخيانة. الجيش المصري الذين يقول جيش ليس انقلابي، هذا انقلابي من الدرجة الأولى. في 52 انقلبوا على الديمقراطية في مصر، لو لم ينقلبوا الديمقراطية في مصر لكنا أصبحنا زي اليابان الآن من نهضت معنا. ولكن للأسف الشديد دولة مصر متخلف من العالم الثالث. لماذا؟ كما عندكم في الجزائر، الجنرالات رئيسي الثانوية العامة لا 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 مجال لهم ولا يبدعون إلا في القتل والحرق والتنكيل والتخلف. والجزائر بعد أن انقلبوا على الديمقراطية ماذا صنعت؟ دولة للأسف الشديد دولة عربية من العالم الثالث المتخلف، لا تنتج طعام ولا تنتج سلاح وليس لها دور في الإنتاج البشري كمثل مصر. لأن هؤلاء هو حكم العسكر، حكم العنف والبيادة والجهل. أعطيني أي دولة من دول العالم نجحت تحت الحكم العسكر، كل الدول تخلفت ولم تتقدم الدول إلا بعد أن تم حكمها حكم مدني. هل هذا يعود على ذكرك القيادة العسكرية في مصر وفي أماكن أخرى كذلك من الوطن العربي، هل هذا يعود كما قالت بعض الإعلاميين يقولون بأن يعني الإرادة أو ثقافة السلطة الحاكمة في مصر
أنها في الخفاء يعني الجيش ليست بأوجه مدنية، أنها ينقصها يعني الإرادة السياسية، الإرادة الحقيقية للتفاوض وتقديم تنازلات، لأن ذلك قد يخلق لها توترا أو ما إلى ذلك. أخي، المؤسسة العسكرية لا تريد حل سياسي. الحلول السياسية تم طرحها كثيرا، ولكن الانقلابيين يعرفون أن الانقلاب ليس له طريق ثالث، ليس له مفاوضات، يا إما أن تسجن يا إما أن تستمر في القتل، وهو ما نراه الآن. الفريق صدقي صبحي رئيس الأركان المصري الذي في اعترافات سمعناه مذكراته قال أنه كان وراء التصميم، وراء خطط مذبحة ربعة والنهضة. فالانقلابيون دمويون ولا يعرفون إلا لغة الدم، ويعتقدون أن فرض إرادتهم على الشعب المصري ستكون بالتقتيل والاعتقال والقتل، وهذا ليس لهذا ضد سنن الكون والتاريخ، لأن مبارك كان يملك أكبر منهم جيش من المخابرات والبلطجية، ورغم أنهم يملكون يعني كل ما كانوا يملكهم مبارك، ولكن لن يستطيعوا فرض إرادة الشعب. الشعب المصري تسوق الحرية خلاص، احنا في 2013 انتهى هذا الزمن. يعني مثال بسيط، أنا أتكلم الجزائر ماذا صنعت خلال 20 سنة من حكمها، ماذا صنعت بعد الانقلاب على الديمقراطية؟ ولكن النظام القائم الآن في مصر يعني أعاد إحياء الدولة العميقة، دولة النظام، هي ثورة مضادة بكل معناها، ثورة مضادة على 25 يناير، عودة كل رموز مبارك، عودة الدولة البوليسية، أمن الدولة، المخابرات، القتل، الحرق. يعني يتكلم بتخلف عقلي في القرن 21 ويقول أنه يريد أن يحصن نفسه. دستور دولة يكتب أن يحصن عبد الفتاح السيسي، هزلت، ماذا صنع لمصر؟ يا أخي قادت حرب أكتوبر، رغم أن منهم لصوص لم يستطيعوا ويتجرؤوا أن يكتبوا شيء في الدستور. سنعود ربما إلى الفريق السيسي بعدما نشرك السيدة هبة حسن من مصر وهي ناشطة سياسية. سيدة هبة حسين؟ هبة حسن. سيدة حسن المعديرة، حسن، هبة حسن. أيوه. أهلا بك. آخر المستجدات على الميدان إذا كان ممكن. أيوة، آخر المستجدات من مظاهرات، لأن سمعنا منذ قليل فقط أنه فيه قتيل وعدد من الجرحى في القاهرة وحدها. والله إحنا بننزل دايما المشاريات بتبقى شارع الهرم، بتتجمع كلها من شارع الهرم والعمرانية وفيصل، ويمكن تطول المسيرة ما شاء الله كانت 10 أضعاف كل مرة، مسيرة كبيرة جدا جدا جدا. مشينا بالمسيرة يعني مشينا كتير جدا، والناس بتتفاعل معانا كتير جدا من كل مكان، الأماكن السكنية، وبينزلوا من بيوتهم ويجوا معانا. بس طبعا ساعتها حضرتك عارف اللي حصل يوميا، أنا بس شفت 4 قتلى في اليوم دوت، يوم 6 أكتوبر. والنهارده ما كانش فيه بلطجية، عشان هما قالوا كل واحد يقفل المسيرة بتاعته في المكان بتاعه. فالمسيرة بتاعتنا كانت في الطلبية فيصل، والهرم كانت كبيرة جدا جدا، ففي عربيات، بس انا اعتقد ان هم انا يعني اشخاص عاديين، يعني مش مدفوعهم، ناس عاديه، ما اعرفش ليه بتكره المظاهرات او كده. عربيتين يعني، اول مره عربيه ملاكي حتى ده 6-4 بس متظاهرين مسكوا الراجل دوت وقعدوا يتخانقوا معاه، زعقوا وضربوا على يعني خبطوا على عربيه وكده. بعد شويه تيجي جت عربيه ثانيه ميكروباص دست برضه 3 متظاهرين، وهم واقفين على الرصيف. يعني انا مش عارفه دول ممولين ولا دول ايه، هذه العربيه المسيره بتاعت لحمه، هذه السيارات هذه يعني سيارات حكوميه ام تابعه لخواص؟ لا مش حكوميه، تابعه لاشخاص ملاكي، واحده ملاكي تويوتا واحده ميكروباص. نعم، لا كثير ما سمعنا خلال هذه الاسابيع القليله الماضيه فقط. النهارده بالضبط، ايوه ده يعني ده النهارده. في عند مدينه نصر في شهيد قتل عام 16 سنة. نعم، ده اللي حصل بالضبط النهارده. المسيرة بتاعتنا كانت كبيرة جدا النهارده، وكانت الناس بتتفاعل من كل مكان، بس كانت في مكانها ما اتحركتش، علشان ما يحصلش ده كل مرة البلطجية يطلعوا علينا من مكان وكده، وخليها في مكانها حقنا للدماء. يعني هل تواردت لديكم يعني إليكم معلومات عن تدخل ربما قوات الأمن أو الأمن المركزي أو الجيش وما إلى ذلك في مسيرات في أحياء أخرى أو مناطق أخرى من العاصمة؟ كل مرة بيبقى بلطجية الأول، يعني ده خط الدفاع الأول. نعم. وراهم الشرطة ووراهم بقى الجيش، يعني كل مرة البلطجية الأول. بلطجية يعني تحس إن إحنا الحمد لله بنقدر نسيطر عليهم، عينهم معاهم أسلحة وكده، بس بنقدر، لأن المسيرة بتبقى كبيرة جدا. بعد كده بس لو إحنا قدرنا على البلطجية، الشرطة بتفتح النص في كل مكان على أي حد صغير كبير، ما فيش مشكلة، لأن المسيرة بتبقى فيها أطفال كتير جدا. نعم. لأنها بتبقى سلمية يعني لأعلى درجة.
أخت هبة، لاحظنا أنه في الأسابيع القليلة الماضية لم يعد يعني مصطلح البلطجية يعني يتناول في التغطيات الإعلامية للتقارير الإعلامية المصرية أو حتى في وكالة الأنباء الدولية. دائما يقولون أنه في اشتباكات بين أنصار مرسي وبين الأهالي. ما صحة هذه التقارير؟ بص حضرتك، يعني بالنسبة يعني أنا في أشخاص أعرفهم بالاسم، لأن أنا صيدلانية وعندي صيدلية، أعرفهم بالاسم بلطجية من بين السرايات دول، بقى يعني شفتهم أكتر من مرة بالاسم. نعم. لا يمتون المواطنين الشرفاء بأي صلة. نعم. يعني حضرتك عارف الإعلام المصري كله ممنهج على خط واحد، ماشي بطريقة واحدة في خط سير واحد، ان دول مواطنين شرفاء بيكرهوا مسيرات الاخوان، ودول طبعا الناس دي مش ممكن تكون كلها اخوان، مستحيل. نعم. يعني نحن نعرف ان التحالف دعم الشرعيه ورفض الانقلاب في مصر متكون من ازيد من 14 حزبا، الى جانب يعني مكونات يعني قطاعات واسعه من المجتمع المصري والاجتماعيه والفئات العمريه كذلك، وحتى الاطياف الدينيه. في هناك يعني انقلاب، فيه اقباط ضد الانقلاب، فيه حتى فلاحون ضد الانقلاب. ما اريد ان اعرف هو هل لا تزال هذه المظاهرات والمسيرات جاريه حتى هذه الساعه يعني في المنطقه التي انت فيها؟ في المنطقه اللي انا فيها في الهرم يعني من حوالي نص ساعه بس خلاص المظاهره بدات تمشي، عشان خاطر يعني حظر التجول وكده والناس تبدا تروح يعني. بس نعم، بس كل مره المظاهره بتزيد وبيجي لها ناس ما بينتموش لاي حاجه، حتى في ناس كتير مش محجبين اصلا، يعني مش لا يرتدوا حجاب لا ينتموا للتيار الديني ابدا. هبه من خلال يعني تعاملك الان اليوم، خروجك اليوم في هذه المسيره، وكذلك ربما حديثك مع المتظاهرين كذلك، هل كيف كانت ردة الفعل الجماهير والمتظاهرين كذلك على ما صرح به السيسي منذ يومين، او ما تم تسريبه عنه بأنه طلب بتحسينه في الدستور كوزير للدفاع إذا لم يترشح أو لم يفز بكرسي الرئاسة في مصر؟ كيف تلقوا هذا التصريح؟ والله هو الناس جديدة عشان الحاجات دي، يعني في ناس نزل أنا أعرفهم شخصيا، نزل يوم 30/6، بس بعد اللي بيحصل دلوقتي ده وشايفين إن هو ما عملش ثورة ولا حاجة، طبعا بيحصن نفسه. في ناس كتير جدا بتتهكم، يعني يقول حتى الماده دي هنكتبها ازاي في الدستور، نقول لو ما نجحش يبقى الاسم كده عبد الفتاح السيسي لازم يفضل وزير دفاع، يعني يكتبوها بالاسم. فالناس جديدة عشان ده، عشان عرفوا ان هم اتضحك عليهم، يعني فخلاص كل الناس عرفت ان ده انقلاب. اكتريه الناس يعني الا عدد قليل، يعني برضو بنشوفهم ساعات من البلكونات، لا مش معانا او رابطين او كده. هبه، بما انك قلتي انك يعني تشتغلين كصيدلانيه، هل ارتفعت اسعار الادويه مثلا بعد الانقلاب؟ لان لدينا تقارير هنا تقول بان اسعار الخضار والفواكه ارتفعت منذ يناير الماضي الى الان بحوالي 34.6%. هل ارتفعت اسعار يعني الادويه؟ ومش موجوده اصلا، يعني مش موجوده، يعني الحاجات العاديه مش موجوده، الانسولين مثلا هو العادي مش موجوده اساسا. يعني مش بس ارتفعت، يعني ندرة حتى يعني مثلا في لبن، في ألبان أطفال زادت 5 جنيه من أول الانقلاب، 4 جنيه ونص بالضبط. نعم. يعني لبن أطفال اللي هو حاجة عادية يعني أي حد هيشتريها. في أدوية كتير جدا مش موجودة أصلا. يعني ندرة حتى الأدوية يعني إحنا في خراب، في خراب. حتى الأدوية، أدوية الأمراض يعني المزمنة كالسكري كما قلت الآن، أنسولين مش موجودة، أنسولين كان ب 6 جنيه 30 قرش أساسا مش موجود. شكرا هبة حسن من الناشطة السياسية من مصر على هذه الشهادة الحية. وأعود إلى ضيفي في الأستوديو. السيسي يطالب المثقفين في مصر بتحصينه، بالمطالبة بتضمين الدستور مادة خاصة به تحصنه في منصبه كوزير للدفاع إذا لم ينجح في الرئاسيات. ما هو تعليقك؟ ما هو تعليق يعني هذا ينم عن مدى الجهل والتخلف التي ابتليت بها الدول العربية وخاصة مصر، أن هؤلاء قادة الجيوش، ولذلك لا نرى انتصارات. يعني منذ حرب 73 الست ساعات والتي انتصر فيها الشعب المصري بعد أن غيرت عقيدة الجيش، وبعد أن كانوا يسهرون في المعسكرات وسماع الأغاني،
وعبد الحليم حافظ وشادية بدأوا يسمعوا في القرآن والله أكبر، فتم تغيير العقيدة فانتصرنا. ولكن منذ 40 عام، منذ حرب 73، لم نرى حروب ولا معارك لهؤلاء. هؤلاء تفرغوا للبزنس وإدارة المؤسسة العسكرية التي تدر مليارات، لا يوجد رقابة عليهم، لا توجد رقابة من الشعب ولا من أي جهة أيا كانت، بمعنى أصحهم دولة داخل الدولة. ولذلك عندما أتت ثورة 25 يناير، وبدأ الناس يتكلمون، يعني أعضاء المجلس العسكري، لا يوجد عضو من المجلس العسكري، كل الذي عينه مبارك لديه إقرار ذمة مالية. في كل العالم تجد أن الفراش قبل الوزير لديه إقرار ذمة مالية، باي سليب زي ما بيقولوا هنا. دول لا يدفعون ضرائب، ولا أحد يعرف كيف يحصلون على ملياراتهم، وكلهم عدوا نادي المليارات، كلهم عدوا النوادي دي، يعني من أصحاب المليارات مش الملايين. فأخي الفاضل، هذا الاقتصاد يدورون 40% من الاقتصاد المصري، كما قال السيسي في أحد تسريباته، هيجيبوا لنا برلمان ويعمل لنا استجوابات ويسألونا. هو خوف من المساءلة، هم يا أخي الفاضل هؤلاء خوف من المساءلة، مافيا زي ما بيقولوا باسم بالبدلة الرسمية. ويعني في 67 ما مصر تعرضت للهزيمة واتضربت الدائرات على الأرض، قادة خائنين وقادة سياسيين بايزين، ولماذا لا يكون هذا فاسد؟ هؤلاء قادة فسدة. ولذلك الجيش المصري هو تحت السيطرة الأمريكية والإسرائيلية، لا يستطيع أن يجري تدريب ولا مناورة إلا بإذن الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الولايات المتحدة الأمريكية لا أستطيع أن يجري مناورة عسكرية. لكن ما لاحظناه أنه يعني الصحافة المصرية الآن لا يعتد بها، تصفه أو وضعته في نفس مقام جمال عبد الناصر، كذلك الصحافة الغربية البريطانية من الغارديان مثلا تضعه في نفس مقام جمال عبد الناصر، ونعرف احنا يعني مقام جمال عبد الناصر ليس في مصر ولكن على مستوى القومي. ألم يخلق هذا ربما شيء من جنون العظمة لديه ربما؟ لا حتى ولا جنون. وجمال عبد الناصر في التقييم العلمي التاريخي ماذا فعل؟ يعني إسرائيل حصلت على الأراضي المصرية والأراضي السورية وقطاع غزة في عهد عبد الناصر، وضربت الطائرات المصرية على الأرض في عهد عبد الناصر، عذبوا الإخوان والطائرات اليسارية وقهروا الشعب في عهد عبد الناصر. يعني إسرائيل مدينة لعبد الناصر بكل أمجادها، فيعني ما يزعلوش هم من العسكر، هم بيحبوا العسكر ليه؟ هم عارفين العسكر دول جبناء. عبد الناصر ما حاربش، ضرب، يقول لك احنا نتلقى الضربات، والسيسي ما حاربش، بيضرب الانفاق واهل غزه وبيمنع الادويه، لكن هو يقدر. ما اسرائيل ضربت عشرات الجنود والضباط على حدود مصر خلال حكم مبارك ال 30 سنه، اكثر من 28 ضابط وجندي. القوات المسلحه ما ضربتش طلقه واحده تجاه اسرائيل، طلقه واحده بس، مع لم تشجب بيان شجب وادانه، لكن مع المصريين عاملين فيها اسود، بيضربوهم بالطلق الحي ويموتوهم وهم ساجدين ويقتلوه ويقتحموا المساجد. يا اخي السيسي يعني من هو يعني انسان للاسف الشديد هو بلا شرف وبلا ضمير. يعني تخيل انت في اول رمضان في مصر منذ 30 عام حتى ايام الدكتاتور مبارك لم يتم الاحتفال بحفظة القرآن في رمضان الفائت، لانه بسبب الانقلاب العسكري تم اقتحام مساجد لاول مره في تاريخ مصر، تم اغلاق مساجد لاول مره في تاريخ مصر، لم يتم الاحتفال بليلة القدر في أول سنة في تاريخ مصر، كلها تم إغلاق 28 قناة إسلامية في عهد السيسي. تحس إن هو يا أخي يعني صهيوني لحما ودم. هو كل تربية مبارك، هم هؤلاء يعني لا يدينون إلا بالولاء لإسرائيل وأمريكا. ولذلك قطع المساعدات دي مناورات ومناوشات بين البنتاجون والجيش المصري. الجيش المصري بيعتمد اعتماد كلي، والبنتاجون وزير الدفاع الأمريكي في الكونجرس قال في لجنة خاصة، قال إحنا بعد 25 يناير والربيع العربي لا يوجد لدينا حليف قوي إلا المؤسسة العسكرية المصرية، ولا بد أن نستثمر. ولكن قد تكون وجه من أوجه المساومة كذلك، لأنه موقف الأمريكي كذلك طلع في الصعود والنزول منذ ثالث منذ الانقلاب، لذلك ربما الموقف بعد يعني الكيماوي، بعد استخدام الكيماوي في الغوطة الغوطة الشرقية في 21 أغسطس الماضي، كان موقف مصر ضد الضربة العسكرية التي كانت أمريكا تريد توجيهها، ربما فيهم الضغط كذلك. ولكن الآن بعد الصفقة الأمريكية الروسية حول كيماوي، الآن أمريكا الآن تساوي مصر ربما على موقفها من أخي الفاضل. الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مصالحها، هم يعني يعرفون تماما أن القوات المسلحة المصرية تنافس مصالح أمريكا، حماية أمن إسرائيل مين اللي بيقوم به؟ الجيش المصري، هو متعهد بحماية إسرائيل، ما فيش أي ضرب على إسرائيل من الجانب المصري، بيس سلام. الآخر الجانب الآخر الجانب الاستراتيجي قناة السويس،
ليها معاملة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لا تخضع للقوانين الطبيعية والدولية التي تخضع ليها كل السفن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بتدي معونة للجيش وبتدربه وبتديهم سبورت، فلازم يأدوا الدور الغرض المكتوب ليه. هو الجيش المصري وظيفته ايه؟ ما هي وظيفة الجيش المصري؟ يقول لك حماية الحدود. حماية الحدود منين؟ اسرائيل ده صديقة، ده الجنرالات بيروحوا اسرائيل اكتر ما بيقعدوا في مصر. عمر سليمان رئيس المخابرات كان قضى 3 ارباع حياته خلال فترة رئاسته للمخابرات في اسرائيل، غدا وعشا ونوم، يعني ناس ما عندهمش اي مشاكل في الحدود مع اسرائيل. فبيحمونا منين؟ هم بيحموا انفسهم. هو الجيش دلوقتي بيستخدم 40% من المجندين في مصر من شباب مصر، من عائلات المصرية الفقيرة، اللي تلاقيهم بيعيدوا الجيش دول الهاي كلاس والناس اللي عايشة في الدور، تلاقيهم كلهم لما يجي عيال الجيش يدور على بابا ومامي عشان يجيب له واسطة ويخلع من الجيش، اللي هو بيقول لي يقول لك الجيش والبيادة وبيغني علينا وتسلم الايادي. لكن في عمليا في الحروب ما تلاقيش الناس دي. ولكن كذا لانه هذا قالها كيري كذلك، ان التعاون العسكري فيما يخص سيناء ومحاربة كافحة الارهاب لا دي مصالحهم مسه يعني مصالحهم. ولكن كذلك عندما يقول الولايات المتحدة كذلك قد يكون هذا كاسلوب للضغط كذلك من جانب، لانه القرار جاء من هذا التمديد جاء من الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، قد يكون كذلك للقول كذلك للسيسي بأن تماديك في هذا القمع وهذا البطش كذلك بشأن المصري يجب أن تضع له حدا. لا أنا أختلف مع ذلك أخي الفاضل، دائما السياسة الأمريكية سياسة خبيثة وهم يعرفون كيف يدورون أوراقهم. موضوع قطع بعض المساعدات مع المعرفة أن القانون الأمريكي يتيح للإدارة الأمريكية تجاوز القانون تحت خط البند الأمن القومي، ولكن هذه دعاية، عمل دعاية للسيسي لأنه مناضل. ما هو ما كل العساكر الفشل اللي حكموا مصر والدول العربية، هم الدعاية الأمريكية اللي عملته. ما عبد الناصر كان يقول لك محرر الشمال وبنوم. وهذا ما قاله البعض من وكذلك من تعليق على فيسبوك على مواقع الاجتماعي كذلك، يقولون بأن يعني التأييد الأمريكي قلبا وقالبا مع السيسي، ولكن من خلال هذه العوبة بين الضفرين يقولون بأنه يريدون أن يظهروا السيسي بمظهر يعني البطل في نظر المصريين، ولأنه لم يخفي رغبته في الترشح للرئاسية العام المقبل التي سوف يشرف عليها أيضا. هو يا أخي الفاضل هذه هي دعاية. هم كذلك هم تصوروا جمال عبد الناصر محرر الجنوب محرر العبيد وقاهر الشمال ويرمي إسرائيل في البحر وما وراء إسرائيل. كل هؤلاء أخي العسكر دول هم فجرة، هم بتوع كلام بس، لكن فعل ما تلاقيش. كانوا سهرانين بإعدام الإخوان، سهرانين بتجهيل الشعب المصري، سهرانين بالاعتقالات. هم لم يبنوا مصر. وهم كذلك السيسي هم بيحاولوا يدوا له صوره بس تجميله، لان هم بتصوير الصهيونيه الحاكمه دول ان الجنرالات هم دول اللي هم هيبنوا الرخاء والتنميه والديمقراطيه والعداله، وكل كلام كذب. 60 سنه مصر تحت حكم العسكر، دوله منهاره ومتخلفه بها المرضى اكثر من الاصحاء بسبب العسكر والنهب المنظم من ثروات مصر. على ذكرك الاقتصاد اقول فقرأ بعض المعلومات يعني عليك. يعني صندوق النقد الدولي مثلا يكشف في اخر تقرير له يوم الثلاثاء الماضي يقول بان الدين الخارجي لمصر ارتفع الى 1.446 تريليون جنيه مصري، 1 جنيه يساوي 6.89 جنيه، 1 دولار يساوي 6.986 جنيه سنت مصري. وتم كذلك تمت الإشارة إلى أن مصر اقترضت ما قيمته 200 مليار جنيه مصري من السوق المحلية بعد انقلاب جويليا يوليو المصرم. وقال الأفامي كذلك أو صندوق النقد الدولي بأنه يرتقب إفلاس مصر في غضون 3 أشهر القادمة. وهذا يا أخي الفاضل سوف يكون أكبر عوامل انهيار هذا الانقلاب، لأن كثير من الذين خرجوا في 30 يونيو، كثير من الذين يؤيدون الجيش هم لا يهمهم حرية. هناك قطاع كبير من الشعب المصري ليس بالكثير بالقليل لديهم كما روضهم مبارك نظام أكل العيش، يأكل عيش وينام وخلاص، هو ده مشكلته، هي دي حياته. فما عندوش بقى نظام كرامة وحرية وديمقراطية وملوخية والكلام ده مش في دماغه، هو أهم حاجة الأكل والشرب. ولذلك الأزمات اللي اصطنعوها بتاعت الغاز والسولار أثرت في ناس كتيرة وقعدوا يشتموا في الإخوان وفي الحكم، لأن هم كل مشاكلهم في الحياة هذه هي الأمور الحياتية. ولذلك هذه المنخرط اللي بتدخل فيه مصر انهيار قطاع اقتصادي، انهيار المدخرات، بيسحبوا من ودائع المصريين في البنوك، التحولات للخارج قلت بنسبة 65%، السحب من المدخرات والودائع البنوك، الناس مش هتبقى عندها فلوس، بيسحبوا على المكشوف وما فيش رقابة. حتى نزلوا قانون بإعلان دستوري إن كل الصفقات والمشروعات تتم بالأمر المباشر، يعني بالتزوير،
ما كان قبل كده بالمناقصات، تعطى مناقصات وتفتح على العلن، ولكن تم خلال من أمام الانقلاب إن هي بالأمر المباشر. فكل مشروعات الحكومة يتم بالأمر المباشر، إسنادها لابن فلان وابن علان والمافيا اللي بتحكم مصر، ما شركات عبر للقارات. يعني إيه رئيس يجي يقولك إحنا ننتج دواءنا وسلاحنا وأكلنا؟ محمد مرسي، ما ينفعش الكلام ده. ده في مافيات شغالة على الاستيراد والنهب والمنظم، وباعوا شركات القطاع العام. فلازم يبقى الانقلاب ده موجود ليه؟ لأن هؤلاء هم من يحكمون مصر، رجال الاعمال اللي هم خدوا مليارات الشعب المصري اللي نصه بيعيش تحت خط الفقر ب100 دولار في الشهر، وهم عايشين عيشه الملوك، عندهم فنادق وعندهم استثمارات وبيوت وعندهم باسبورات غربيه. فهؤلاء هم السيسي يحارب ويتناصر مع شركائه في الانقلاب. هو تم التضحيه بكثير منهم، زي محمد البرادعي، ما هو كان من ضمن الانقلابيين، ولكن عندما أتى طموحه أكبر من الدور المرسوم له تم طرده. والآن تسريب جديد لوزير الدفاع يصف حمدين صباحي المرشح الرئاسة الفاشل بأنه خمرجي. ده فاكرني ان خمرجي باللغه المصريه يعني بيشرب خمر، شراب خمره، وهذا يعني موضوع شخصي، ما يشرب ما يشربش دي ليست القضيه، ولكن هو من وراء ذلك القضيه الرساله ان هو تحقير واحتقار كل من عاونه في الانقلاب، لان العسكريين لا امانه لهم، ده هم بينقلبوا على بعض. هو اللي قتل السادات مين؟ هو مين اللي قتل السادات؟ ما هو مقدم في المخابرات العسكريه، كان مقدم في القوات العسكريه، لم يقتله مدني. الجيش المصري انقلب على الديمقراطيه في 52، قتل السادات في 81، وانقلبوا على مبارك في 25 يناير. فالعمليه كلها انقلابيين ومصالح. سنعود الى اثار الانقلاب العسكري، كذلك التوتر الامني والسياسي في مصر على الاقتصاد المصري والمجتمع المصري بشكل عام كذلك، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم إلى عين على الثورة، والتي نناقش فيها اليوم المشهد المصري في خضم هذه التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، في وكذلك مظاهرات التحرير لكل المصريين. تنضم إلينا السيدة آية علاء، وهي عضو في اللجنة الإعلامية لحزب العدالة والحرية. أستاذة آية علاء، معك يا فندم. الحمد لله. إذا كان ممكن نستمع فقط إلى المقطع الصوتي للفريق الأول، عبد الفتاح السيسي، عبد الفتاح السيسي، وأستمع إلى تعليقك فيما بعد. نستمع إلى التصوير، تسجيل الصوتي للسيسي ثم نعود. كان هذا تسجيل الصوتي للفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي يطالب فيه بتضمين الدستور المصري الذي يتم تعديله حاليا، مادة تخصه هو شخصيا، يتم تثبيته في منصب وزير الدفاع وتحسينه كذلك إذا لم يفوز بالرئاسيات. ما هو تعليقك السيدة آية علاء؟ يعني هو نحن بعد هذا الطلب من قائد الانقلاب الأول عبد الفتاح السيسي، يعني نحن هنا يعني لا نتحدث عن دولة ولا نتحدث عن مستقبل لهذا البلد ولا نتحدث عن دستور ولا نتحدث عن يعني أي حقوق لهذا الشعب المصري، بل نتحدث عن عزبة أو ذكية أو يعني بيت للفريق عبد الفتاح السيسي يحاول يعني يرتب أركانه كما يشاء. يعني الفريق أول عبد الفتاح السيسي تجاوز كل يعني ماذا أقول تجاوز يعني أكبر قدر من يعني التجاوز الذي كنا نتوقعه تجاوزه.
يعني عبد الفتاح السيسي يطلب تحصينه كرئيس، يعني يطلب تحصينه اذا لم ينجح في الانتخابات. هذا اولا، يعني هو يعني يمهد لنزوله في الانتخابات الرئاسيه المقبله، هذا شيء. يعني وعندها نتحدث عن حكم العسكر، يعني كما قال هو تحدث عن مصر بعد 30-40 سنه، يعني هم يريدونها حكما عسكريا ابديا كما كان. فيعني هو يتحدث عن نزوله، واذا اخفق يعني هو يعني يتحدث بمنطق اللي هو ايه، يعني انا هنزل انتخابات فنجحت كان بها، فانا ربكم الاعلى، وانا يعني الحاكم بامره، هو يعني او يتحدث عن واقع يحدث الان. يعني فليس مصر ليس لها رئيس حالي الا الفريق عبد الفتاح السيسي للاسف الشديد. اما اذا احتماله الاخر انه اذا لم انجح في الانتخابات فيعني عندها اعود لمنصبي بفرض رايي، اعود لمنصبي كوزير للدفاع شئتم ام ابيتم. يعني هو يفرض رايه على الشعب المصري كرئيس، هذا اولا، ثم اذا اخفق كرئيس يفرض نفسه وزيرا للدفاع. فباي منطق يتحدث عبد الفتاح السيسي لست ادري. يعني قضية معادلة وين وين، يعني حتى ولو خسر في الرئاسيات يبقى له يعني وزارة الدفاع. يعني هو يفكر في مستقبله السياسي أكثر من تفكيره والمهني كذلك، أكثر من تفكيره في إنهاء هذا نزيف الدم الجاري في مصر. هل هذا يعني أنه أن الشك بدأ يدب إلى نفس يعني الانقلاب الأول في مصر، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بأن انقلابه فشل؟ عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا، وان حاول انكار ذلك هو وعصبته الانقلابيه، ان ما ارتكبه في خلال 100 يوم من الخراب والدمار في مصر يحاكم عليه يعني امام يعني امام كل الاعراف الدوليه، يحاكم تعتبر ما اقترفه عبد الفتاح السيسي تعتبر جرائم حرب، ويعني ويعرف انه ارتكب في مصر يعني الدماء وأسال في عهده الدماء في مصر، وهي كفيلة بأن تأخذه إلى حبل المشنقة. ولذلك فهو يبحث لنفسه عرفا عن مخرج من هذه الأزمة التي وجد نفسه فيها. يعني هو لم يكن عندما قام عبد الفتاح السيسي بهذا الانقلاب لم يكن يتوقع أن يصل به الحال إلى هذا الحد. لم يعني عبد الفتاح السيسي متورط من أخمص قدمه إلى أعلى رأسه كما يقولون في هذا الانقلاب، ولم يكن يتصور أنه سيواجه يعني هذه الجموع الثائرة، هذه الجموع الصامدة. كان يتصور أنه بإراقته للدماء وباستعراضه العسكري في شوارع مصر ودباباته وقوته التي تركت الحدود وتمركزت في شوارع مصر، يعني كان يظن أنه سيخيف الشعب المصري، كان يظن أنه سيعود بهم إلى عهد المشي جنب الحيط وأنه نخاف على نفسنا وعايزين نربي أولادنا وكل المصطلحات التي كانت موجودة في عهد النظام المخلوع نظام حسني مبارك. ولكن نسى عبد الفتاح السيسي أن هؤلاء الشباب والنساء وجموع المصريين التي خرجت في ثورة 25 يناير لتطالب بالحرية والديمقراطية والعيش والكرامة والعدالة الاجتماعية، نسى أو تناسى عبثا أن يعني أن هذه الجموع قد تسكت له على جرائمه وانتهاكاته، وان روج له بعض ممن كانوا معنا في ميدان التحرير وانقلبوا بالطبع على كل مكتسبات الثوره وانقلبوا على يعني على ابسط الشعارات التي كانوا يصدعون بها ويرددونها معنا في ميدان التحرير. ولذلك عبد الفتاح السيسي يعني خائف ومرتجف، ويعني حتى تظهر حتى في الجيل يظهر يعني كم هو يعني حريص حرصا شديدا على ان يتم تحصينه حتى لا يقدم المحاكمات او يحاسب على جرائمه التي ارتكبها خلال سيد علاء. سيده آية علاء، لكنه عندما جاء في يعني في الى السلطه قال انه جاء لحمايه الديمقراطيه والبلاد من الدكتاتوريه،
إذن لماذا يطلب السيسي يعني حمايته أو كذا الحماية والحصانة إذا كان متأكدا من أن ما فعله في 3 جويلية/يوليو الماضي هو لصالح مصر ولصالح الشعب المصري؟ هم يعرفون جيدا أن ما فعلوه ليس إلا انقلابا عسكريا بالمعنى الصريح وبالتعريف المتعارف عليه دوليا، وهم يعرفون أيضا جيدا عندما قاموا بهذا الانقلاب أنه ليس في مصلحة مصر، وأنه لا يرسخ للديمقراطية ولا التعددية السياسية ولا كل هذا الذي يعني كل ما ادعى أن هذا الانقلاب قام لأجله. يعني أي ديمقراطية يتحدثون عنها عندما تأتي مصر برئيس منتخب انتخابا حرا نزيها لأول مرة في تاريخها منذ عقود، ثم يأتي من يصيح لهذا الرئيس المنتخب ويأتي بآخر على ظهر دبابته، هذا ليس يعني هذا إن كانوا يحاولون عبثا أن يقولون تعريفا أن هذه استجابة لمطالب الجماهير التي نزلت في 30 يونيو. الآن حتى الجماهير التي نزلت في 30 يونيو وللأسف الشديد استخدموها كمنصية لهذا الانقلاب العسكري، العديد منهم الآن أدركوا الصورة وأدركوا أنه كان انقلابا عسكريا وأنه يعني الجيش لا يحسن لعب السياسة وليس دوره لعب السياسة، وبالتالي فعندما يعني عندما يتدخل العسكر في الحياة السياسية يحدث ما يحدث الآن. العسكر لا لغته أو ما يدرك وما يعرف أن يفعله هو القتال على جبهة القتال أو حماية الحدود أو هذا هو دور العسكر. فعندما يعني ينشغل العسكر بدور غير دوره يحدث ما رأينا من إراقة الدماء ومن انتهاكات جسيمة ومن يعني تخطي لكافة الخطوط الحمراء وكافة الأعراف. رأينا اعتقال النساء بصدقة يعني غريبة جدا على المجتمع المصري، وتحدث يعني حتى في أيام الاحتلال لم يحدث ما حدث للنساء في عهد 100 يوم من الانقلاب. ولذلك يعني فريق عبد الفتاح السيسي يعني هم يحاولون تجميل وجه الانقلاب، ولكن يعني كما يقول المثل يعني وش تعمل المصطفى في الرجل عكا. نعم استاذة آية علاء، اعود ربما الى الموقف الامريكي والذي ربط بين يعني تمديد العقوبات او تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بمدى تحقيق مصر أو القيادة الجديدة بقيادة العسكر لعدد من الشروط، وهي تحقيق تقدم على لجهة نصرة الحقوق إنسان وانتخاب حكومة ديمقراطيا كذلك. كيف تلقيتم أنتم على الأقل في حزبكم الحرية والعدالة والحرية هذه التصريحات أو هذا الموقف كذلك من أمريكا؟ نعم حزب الحرية والعدالة مبدئيا يعني هي أمريكا تحاول يعني إمساك العصا من المنصب. إن كانت أمريكا تريد أن تنحاز للديمقراطية كما تدعي أو تريد أن تنحاز إلى حقوق الإنسان كما تدعي، فيعني منذ اليوم الأول للانقلاب كانت قطعت المعونة عن الجيش المصري، المعونة العسكرية التي تعطيها للجيش المصري. ولكن أمريكا يعني من مصلحتها وفي المقام الأول يعني هي مدبرة لهذا الانقلاب يعني ومشاركة فيه، ولكن إن كان من يعني إن كانت يعني كما تتشبق تدعم الديمقراطية كانت يعني قطعت المعونة منذ اليوم الأول على الانقلاب العسكري، لأنه وفقا لكل يعني ليس هناك مسمى آخر، فلنعطي الأشياء تسمياتها الحقيقية. هذا انقلاب عسكري. ما هو تعريف الانقلاب العسكري أصلا في كافة في كل دول العالم؟ ما هو تعريف الانقلاب العسكري؟ أن يقوم الجيش بإسقاط رئيس مدني منتخب وهناك بقى يعني سواء أن يتولى هو زمام الأمور في البلد كما هو حادث الآن، وإن كان الرئيس الموجود حاليا هو مجرد ديكور ومجرد يعني شكل حتى لا يقال أن الجيش هو ما يسير الأمور في مصر الآن، ولكن هو بالفعل هذا هو الحادث. هل نسمع للرئيس المؤقت الموجود الآن أي صوت؟ هل له أي يعني بالمصر كده هل له لازمة؟ ليس له لازمة، هو مجرد ديكور. وبالتالي أمريكا
يعني من مصلحتها، وتصريح أوباما الأخير يعني أوضح ذلك، من مصلحتها هذا الانقلاب العسكري، ولم تكن أمريكا يعني قط راضية عن نتيجة الانتخابات، وإن كانت اضطرت للاعتراف بها لأنها بشهادة العالم أجمع كانت انتخابات حرة ونزيهة، ولأول مرة تأتي برئيس يعني وفقا لإرادة الشعب فعلا، ويعني ولأول مرة في 6 استحقاقات يعني ديمقراطية ينتخب الشعب يعني فصيل معين أو تيار معين. أمريكا ليست راضية عن الإخوان المسلمين ولا عن أن يأتي أحد منهم، وكما يقولون يعني هذا الديمقراطية بالنسبة لأمريكا مجرد صنم يعني يعبدونها عندما يريدون ثم يأكلونها عندما يجوعون. أعود ربما فقط إلى سؤال أخير حول أثار اقتصادية للانقلاب في مصر. فعلى سبيل المثال آخر، تقارير تقول بأن التضخم في مصر بلغ 10.1% في سبتمبر أيلول، نسبة البطالة في حدود 13%. البنك المركزي كما قلت منذ قليل كذا البيان أسعار، قدر أسعار الخضر والفواكه بأنها ارتفعت منذ يناير 2013 ب 34.1%، الصادرات كذلك انخفضت ب 11% منذ تسلم الحكومة المؤقتة بدعم من العسكر في 3 يوليو الماضي. ميدانيا كيف هي مؤشرات الاقتصاد من خلال كحزب وكذلك من خلال ما يتوتر إليكم من يعني ردود فعل الجماهير في الميدان؟ يعني عندما خرجت يعني تحركات 30 يونيو والتحركات الاحتجاجية في 30 يونيو كان من أهم يعني ما يروجونه يعني لحث الناس على النزول في 30 يونيو هو أن الكهرباء لا زالت تقطع، يعني البنزين ليس هناك بنزين وليس هناك سولار، والملف الأمني. هذه الثلاث ملفات هي التي يعني أججت الشارع بمساعدة طبعا إعلام المنافقين، هي التي أججت الشارع على الدكتور مرسي وحكومة الدكتور مرسي. يعني عندما أتت حكومة الانقلاب ظل هؤلاء يعني وزير البترول، وزير الكهرباء ووزير الداخلية هم نفسهم نفس يعني ظلوا في الحكومة في حكومة الانقلاب كما كانوا في حكومة الدكتور هشام قنديل، برغم أن يعني برغم أنهم كانوا يرجون أنه عندما تأتي حكومة جديدة لن نرى انقطاع للكهرباء ويعني وطوابير البنزين ستنتهي وما إلى ذلك. اليوم طوابير البنزين لا زالت موجودة، يعني في كثير من الأحيان نراها. انقطاع الكهرباء ما زال مستمرا، يعني كانوا يتحدثون أنه بغمضة عين سوف تنتهي هذه فور سقوط الدكتور مرسي، ما زال انقطاع الكهرباء مستمرا. طبعا الوضع الأمني يعني حدث ولا حرج، نحن يعني لسنا بصدد بلد آمن للأسف الشديد حتى الآن. يعني الاقتصاد المصري يكفي أن تمشي أن تأخذ جولة في شارع في شارع السوق مثلا وتحدث عن الأسعار. أذكر يعني أنني ذهبت منذ فترة وجيزة منذ حوالي يومين إلى السوبر ماركت، يعني تحدثت مع العديد من المواطنين ومنهم المؤيدين للانقلاب يعني، ولكنهم الجميع يتحدث عن غلاء الأسعار غير مسبوق. يعني الكل يخرج ب 2 كيلو يعني كيلو البطاطس ب 6 جنيه، يعني مع ماذا نتحدث؟ يعني نحن نتحدث عن وضع اشد سوءا بمراحل من حكم دكتور مرسي، ويعني وبرغم ذلك دكتور مرسي لم تكن معه المؤسسات التي تساعده، بل بالعكس كان باعتراف وزير الداخليه وباعتراف يعني وزراء الانقلاب في هذه الحكومه انهم كانوا يعملون ضده، وبرغم من ذلك لم يكن تدهور الاسعار كما هو الان. يعني الاسعار يعني ضربت يعني مقياسا جديدا في غلائها. الواحد يذهب الى السوق يخرج ب 2 كيلو يعني متنوعه من كل انواع الخضر حتى يعني لا يتعرض اخر الشهر للافلاس. شكرا شكرا السيده آية على عضو في اللجنه الاعلاميه لحزب الحريه والعداله من مصر، شكرا لك. اعود الى ضيفي استاذ العطفي. كما يعني استمعنا الى السيده آية على يعني وضع سوداوي في مصر، فلاحظنا كذلك ان
على سبيل المثال أن خبراء اقتصاد والمال حذروا من هذا الوضع المتردي وقالوا بأنه سوف يتفاقم في المستقبل. كذلك راح كما قلت من قبل في الإحصاءات التي ذكرتها 10.1 تضخم 13% نسبة البطالة، الارتفاع الأسعار الخضروات من في خلال 8 أو 10 أشهر الماضية 34.1، كذلك الصادرات انخفضت أو في خلال هذا 3 أشهر من حكم الإنقلابيين ب 11%. ولكن ردة الفعل حكومة البابلو المؤقتة للتصدي لكل هذه المشاكل هي أنها سوف ترفع، لم يبدأ العمل بها، الأجر القاعدي إلى 1200 جنيه مصري فقط. هل تكفي ربع عائلة من متوسطة على سبيل المثال؟ أولا الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور اللي وافقت عليه حكومة الانقلاب المعينة هو مخدرات كما يقولوا، ناحية تخديرية لا تعالج مشكلة اقتصادية من جذورها ولا تساعد على أي نمو ولا تنمية اقتصادية. أيام الدكتور محمد مرسي كانت هناك مشروعات كبيرة منها قناة السويس، والذي كان من المنتظر أن تدر مليارات الدولارات على مصر، تم إيقاف هذا المشروع والآن ينسبونه لأنفسهم ويقولوا أنهم يريدون مشروع قناة السويس. ولكن الانقلابيين من ناحية الاقتصادية أخي الفضل هم اعتمدوا على الدعم الأمريكي السعودي الخليجي، يعني دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية أعلنوها صراحة أنهم سوف يساعدون الانقلابيين، لأن الجيش المصري بالنسبة لهم الجيش الانقلابي هو حاجة يعني صمام الأمان بالنسبة لتخوفاتهم. ولكن يعني على سبيل الذكر دكتور مرسي كان له وجهة نظر في الأزمة السورية، وهو إشراك إيران لأنها هي اللاعب الأساسي في المشكلة السورية، وتم السخرية منه وتم مهاجمته وقالوا لا، والآن رضخوا عندما قال السيد الأمريكي أن إيران هي لاعب أساسي في المساومات في الثورة السورية وفي الشرق الأوسط. ولذلك لم نرى أي هجوم على القرار الأمريكي ولا التقارب الأمريكي الإيراني، بل رأينا دعوات من خادم الحرمين لأحمد نجادي للحج والرئيس روحاني للحج. الخلاصة من هذا الأمر أن الإنقلابيين لديهم مساعدات من دول الخليج، الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، ولكن إلى متى؟ دول الخليج لديها مشاكلها، يعني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومعظم الممالك لديهم مشكلة حقيقية هي كيف يواجهون الربيع العربي في بلدانهم، لأنهم يعتمدوا على حكم العائلات، وهذا لن يكون مقبول خلال هذا العقد الذي نعيشه. والشعوب الخليجية ليست شعوب من خارج التاريخ، هي شعوب تشعر وتنادي بالحرية وحقها في الاختيار وحقها في الحكم والثروة، يعني هذا حق إنساني العالم كله يرضى به، حتى دول أفريقيا التي نتهمها بالتخلف تخطط حواجز دول وممالك كثيرة من الدول العربية في أنها تحكم بالصندوق والفقراء يحكمون كما الأغنياء. نعم. ما لاحظناه كذلك أن الدم يراق في مصر، الاقتصاد منهار، السياح هجروا يعني المنتجعات، ولكن السيسي الرجل القوي الآن منذ 3 جويلية/يوليو الماضي مهتم فقط بمستقبله السياسي أو والمهني كذلك. لا أين تقف يعني طموحات ربما أخي الفاضل؟ يعني أخي الفاضل هو يعني هناك من سقف محدد ربما لطموحاته. المستشار السوء لهذا الانقلاب هو حسنين هيكل الكاتب الناصري، اللي هو كان يخدم في بلاط الدكتاتور جمال عبد الناصر وكان هو المستشار السياسي له. هذا هو منظر للسيسي وقال له أنه يرى فيه عبد الناصر. وعبد الناصر ماذا فعل؟ حتى لو كان هو عبد الناصر ماذا فعل؟ ماذا جنينا من عبد الناصر؟ التخلف الذي نحن فيه هو من صنع العساكر من 52. لو لم يكن هذا الانقلاب ومصر كانت في دولة ديمقراطية لكنا أصبحنا كاليابان في النهضة. انظر إلى مصر الآن أخي الفاضل، دولة متخلفة من العالم الثالث. ماذا جنينا من العسكر؟ انتهاكات حقوق الإنسان، تعذيب، قتل، تخلف، تحكم، سمسرة، بيع شركات القطاع العام، فساد لم يرقى إلى أي دولة في العالم. مصر دولة فاسدة، لا فساد لا مثيل له. ماذا جنينا؟ ولذلك الانقلابيين هم في ورطة، هم في ورطة. المساعدات الخليجية لن تدوم ولا تصلح لدولة زي مثل مصر، 95 مليون في تزايد ولا يوجد لدينا أي مشروعات اقتصادية قائمة، والبطالة في تزايد والفقر في تزايد. الشعب المصري يعيش نصفه تحت خط الفقر،
بالمقاييس الدولية. فماذا سوف يفعل السيسي؟ ماذا سوف؟ لن يفعل شيء، لأن مصر ومشاكلها لن تستطيع المؤسسة العسكرية، لأنها فقدت شرفها العسكري عندما قتلت مصريين. أخي الفاضل اليوم في اسكندرية في سيدي بشر مدرعة جيش دهست مواطنين، يعني دستهم أكثر من 50، تم بط رصقهم وأيديهم في اسكندرية اليوم من ساعتين. يعني هل هذا جيش وطني؟ الذين يقولون جيش مصر جيش وطني، هل هذا جيش وطني يقتل أبنائه؟ يعني الذين قتلوا على يد الجيش المصري أكبر بكثير من الذين قتلوا من جنود إسرائيل، بل أكثر من ذلك. القمع والعنف الذي مورس ضد الشعب المصري خلال 60 عام أكثر من العنف الذي مارسه الاحتلال البريطاني الذي استمر أكثر من 77 عام، والاحتلال الفرنسي لمصر. يعني كل الاحتلال الذي جاء إلى مصر لم ينتهك هذه الانتهاكات كما انتهك الإنقلابيين، حرق مساجد، حرق مواطنين أحياء، عنف، حرقهم في السجون، لم يقدم أحد للمحاكمة، لم يتم تحقيق في بلاغ واحد أكثر من 10,000 قتيل من المجاذر ومعتقلين بالآلاف من قيادات، لم يتم محاكمة أحد. فالإنقلابيين أخي الفاضل ناحية اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية سوف يفشلون إن شاء الله، والصمود والصبر من الشعب المصري وتفعيل العصيان المدني وإن شاء الله سوف يسقطون، وهذه هتبقى نهاية طبيعية لهؤلاء الإنقلابيين إن شاء الله. وربما لن يحكم أي مسؤول عربي عسكري أو مدني كذلك وهو في السلطة كذلك. أخي الفاضل نقطة بسيطة لمن تشير عليه، نحن نعمل في القضايا الدولية لمحاكمة هؤلاء، ولا ننسى أن التاريخ سوف يعيد نفسه مع القادة العسكريين. رئيس أركان حرب تركيا كان جنرال كبير وكان يحترم في البنتاغون ويقام له السرادق في البيت الأبيض، ماذا يقضي الآن؟ في السجون التركية سجن مدى الحياة بالبدلة الزرقاء، هو و250 قائد، وكانوا جنرالات برضو راسبي ثانوية عامة في كل مكان، لا إنتاج لهم في أي شيء لا علميا ولا صحيح. حتى الأسلحة، يعني ماذا تنتج مصر؟ لا ننتج شيء. الجرائم لا تتساقط بال، فإن شاء الله سوف يحاكموا التقاضي. وهذا إن شاء الله وعد، كما مذابح رواندا حكموا وحكموا بعد عشرات السنين، هؤلاء سوف يحاكمون. ولذلك السيسي يلجأ للتحصين، ولكن لا حصانة أمام قوة وإرادة الشعب المصري إن شاء الله. ولكن رغم هذا كله، رغم هذه الحاصلة السوداوية سياسيا أمنيا اقتصاديا، إلا أن السيسي لديه مطامع سياسية وحتى كما كل الدكتاتوريين، كما فرعون استخف قومه فأطاعوا. أشكرك السيد سامح العطفي، رئيس التحالف المصري والمتحدث الإعلامي باسم حزب البناء والعدالة، شكرا لك. شكرا جزيلا. أشكرك كذلك مشاهدينا كذلك على حسن الإصغاء والمتابعة. نهاية عين على الثورة نهار اليوم، شكرا لكم وإلى الملتقى.